السلام عليكم، أهلا فيكم في فيديو جديد. اليوم راح أتكلم معكم عن iOS 13.4 النسخة التجريبية الثانية. اليوم الحين من نزلتها ما فيها أي مشاكل بالنسبة لي، عدلوا المشاكل اللي في الآيباد. لما نتكلم عن المشاكل اللي كنت مواجهها في الآيباد إني جيت أكتب، أنا الحين كبرت إنجليزي أحاوله، الحمد لله عدلوها. كانت عندي مشاكل اللي شوف النسخة التجريبية الأولى iOS 13.4، بعدها بفيديو نزلت إن دي المشكلة عندي، الحمد لله عدلت هابل في النسخة التجريبية الثانية الحين. فلو بنتكلم الحين عن الأشياء الجديدة اللي نزلت هابل في النسخة التجريبية الثانية، أكثر شيء فيها تعديلات أو تحسينات للمشاكل اللي كانت موجودة. لو نفتح الفيدباك نشوف هنا المشاكل، مثل ما نشوف هنا النون إيشيوز، الأشياء اللي ما معروفة. هنا الكارب اللي تكلمت عنها بعد في مشاكل عدلتها. في الكوك تايب، لو إنك تكتب بسرعة هنا برضو بعض الأشخاص عندهم مشاكل عدلوها هنا، مثل ما نشوف يقولون إن في اللغة العربية، لكن ما شفت أنا في اللغة العربية عندي. فمثل ما نشوف اللوكيشن برضو في مشاكل عدلوه. فما راح أتكلم أشياء كثيرة لأن أشياء ما واجهتني أنا أصلاً عشان أبل عدلتها. لكن مثل ما نشوف هنا إن بعض اللغات حق الهارد كيبورد إنها ما تشتغل على 12.9 بس، توقعت إن على الأيباد كلهم لكن طلعت بس على 12.9. الحمد لله عدلوها هنا أبل. لو نتكلم عن بعض الميزات اللي ما ضافوها هنا أصلاً، لو بنخش الإعدادات نروح حق الأبل تي في، هنا السيتنج تغير حق الأبل تي في، حطوا إعدادات أكثر ما كانت موجودة أول في النسخة التجريبية اللي قبل. لو بنخش برضو حق الأسيستيف تاتش في الأكسسبلتي هنا، مثل ما نشوف لو نشغلها هنا راح تجينا رسالة. أنا ما جات الرسالة، مثل ما نشوف بعض الأشخاص جاتهم رسالة ما أدري ليش منها النسخة التجريبية. فمهم إن في ميزة يعتبر انك شغلت تجيك رسالة وانك ترسلك على طول على هنا الخيار، انك تقول لك مثلا تسوي كاستوم لحق الخيارات اللي عندك في الاسيستيف تاتش. انا ما جات لي، بعض الاشخاص جاتهم، فهذه برضو ميزة لكن مش موجودة عندي. المهم برضو في الابل ميوزك في ستوري لحق الاغنية، انا ما طلعت، يمكن ابل قدام راح تطلعها، لان بعض الاشخاص قالوا لنا في تحدي المجال ابل، لكن الان مش موجودة عندي ولا موجودة عند الناس. لكن يمكن حق المستقبل ان المغنيين راح يحطون قصة للأغنية نفسها، ممكن تكون في الفوريو او في اي مكان، راح نشوف قدام. بعض الاشخاص برضو عندهم مشاكل في الروتيشن في الاجهزة القديمة انه ما يفتر بعض البرامج، وبرضو الى الان ابل ما حلتها بنسخة تجريبية ثانية، لكن انا الحمد لله محلولة عندي وما عندي مشاكل فيها. تقريبا هذه كل الاشياء او كل الاشياء اللي مشاكل فيهم او خرابات في iOS النسخة التجريبية الثانية، وشيء طبيعي عندنا النسخة التجريبية ففيها خرابات. لو بنروح حق الميل برضو، ابل غيرت الخيار الحين. لو بنخش هنا تكلمت عن النسخة التجريبية الاولى انها غيرت الترتيب حق البرامج تحت، مثل ما نشوف عندنا النسخة التجريبية الاولى iOS 13.4 كانت عادة الترتيب مثل ما نشوف. الحين النسخة التجريبية الثانية غيرت الخيارات ابل، مثل ما نشوف الخيار الاخير تغير هنا. فهذا التغيير الوحيد اللي سوته أبل. لو بنتكلم لكم الحين عن الريبلت نمبر، طبعا أخرتها لكم بس نشوفها الحين. لو نخشينا الإعدادات نروح أباوت هنا، مثل ما نشوف الريبلت نمبر الحين صار في النهاية جي. النسخة الأولى كانت مثل ما نشوف 17E5223H، الحين صارت 17E5233G، فيعتبر مشاكل أقل. الذي كان فيها مشاكل كثير، معروف ان كل ما نقرب الحق لي راح تكون مشاكل اقل واقل. لو بنشوف الحق برضو الفيرموير الحق لاقة الشبكة، الفيرموير كان عندنا 1.05.0.23 او بوين 23، الان عندنا 1.05.25، يعني في تغيير برضو. لكن انا بالنسبة لي ما شفت اي مشاكل فيه، التجربة نزلت من أمس فاستخدمتها إلى الآن، يعني قريب 24 ساعة ما شفت فيها أي مشاكل لا في الوايرلس ولا في لاقة الشبكة، وبرضو باتري ما شفت فيه أي مشاكل. فلو بنكمل معاكم نشوف الجيك بنش، طبعا سويت كل شيء هنا. لو بنشوف الجيك بنش، شو الجيك بنش؟ النسخة التجربية الأولى هذه، النسخة التجربية الثانية هنا. فالأولى كانت في جميع النواة 3134، الآن صارت 3395، فشوي في تحسن خفيف. في السنجل أو في النواة الواحدة كانت 1313، الحين 1327، في برضو مثل ما نشوف جامب أو في قفزة خفيفة لكن ما راح تحس فيها. يعني نشوف هنا الحق المتل،
هذا النسخة الأولى وهذا النسخة الثانية. بنشوف 31 32 الحين 32 91 فشوي في جنب لكن خفيف ما راح أصلا تهتم فيه. برضو اللي سألي ليش ما تسوي جيك بنش الحق الآيباد، سويت لكم هالمرة بما الناس كانت في مشاكل في الآيباد ومنشلنا كذا مرة فسوينا لكم. نشوف نسخة الجبية الثانية هذه هي. فلو بتقارنون الآيباد بالآيفون صعبة، لكن مثل ما نشوفين السنجل أغل في النوع الواحدة، لكن جميع النوات هنا فرق كبير. مع أنه برضو مثل ما قلت لكم إن هنا المعالج A13 وهنا A12X، لكن في جميع النوات هنا أعلى، لأنه أصلاً برضو إن الكورس هنا ست نوات، هنا 8 نوات، فهنا أقوى في المالتي كور. ولو بنشوف في الميتلز برضو مثل ما نشوف كم طلعت عندنا فرق كبير. معروف في الأيباد حق الألعاب يكون أفضل بكثير من الآيفون، فآيفون سنة راحت، آيباد قبل سنتين، شوف الأرقام كيف تختلف. والبرضو لو بنروح لكم في الأنتوتو، خلنا نقارن أول شيء الآيباد بالنسخة التجريبية الأولى لل 13.4، بعدين نشوف لكم النسخة التجريبية الثانية لل 13.4 مع الآيباد. فهذا الأولى مثل ما نشوف في فرق كبير، هنا كانت على 48 هنا على 50، ففي جمب مثل ما نشوف الأرقام حق كل شيء. لو بنشوفه في الآيباد، نفتح الأنتوتو للآيباد، مثل ما نشوف للآيباد برضو في اختلاف كبير 47، يعني لو مستحيل انك تقدر تقارنها، لكن اللي بيقارن هذا المقارنة عشان اللي بيسألني يقول لي من الأفضل الآيباد ولا في الآيفون للألعاب، نشوف الاختلاف الكبير أو القوة مصالح الآيباد. تقريبا هذه كل الميزات وكل الأشياء اللي نزلت في الآيباد وفي الآيفون برضو. التحسينات هي أكثر شيء، تكلم عن الميزات كثيرة اللي في iOS 13.4 في النسخة التجريبية الأولى، الأشياء اللي نزلتها أبل هنا تقريبا كلها بس تحسينات وتعديلات إلين ما ينزل. طبعا الأشخاص اللي بيكلموني متى بينزل لا iOS 13.4، ما حد يدري متى تنزل النسخة التجريبية الثالثة، يعني كلها توقعات، أبل ما تحط لك وقت محدد. لكن أكثر الأشخاص يقولون لك بتنزل نهاية الشهر الجاي، فليش؟ لأن نهاية الشهر الجاي في 31 مارس راح يكون مؤتمر أبل هنا، فتقريبا على نهاية الشهر الجاي أو على أبريل 3، لأن مؤتمر أبل راح يكون هنا. فلو بتنزل الآيفون 9 أو الآيفون SE2 راح تبدأ بيعه بعدها بثلاث أيام في يوم الجمعة يوم 3 أبريل. فنسخة للكل اللي هي 13.4 راح تنزل مع الآيفون 9 أو مع الآيباد الجديد، فما أدري هل بينزلون آيباد جديد وآيفون 9 فراح تنزل معهم 13.4 أو واحد منهم. فتوقعت حقتنا أن 13.4 مثل ما قلت لكم النسخة النهائية راح تنزل في مارس، يمكن نهاية مارس مع المؤتمر أو في أبريل. فننتظر، يمكن الأسبوع الجاي تصير في نسخة تجريبية، لأن المشاكل اللي قلت لكم إحنا ما واجهتها غير يمكن عنده مشاكل، فأبل راح تكمل تعدل المشاكل. والدليل على أنه في مشاكل أو أنه مش مستقر أن الحرف آخر شيء جي، فحب حب لي نوصل البي أو الأي، فيعتبر قربنا للنسخة اللي راح تنزل للكل. فلحد يسألني متى تنزل ما ندري، وهذه كلها توقعات. فبس في نهاية الفيديو لا تنسون اشتراك في القناة، نشر المقطع وعمل لايك المقطع، تعليقاتكم تحتمني، ولا تنسون من فضل دعاكم، والسلام عليكم.